بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مسألة فقهية في غاية الأهمية، وهي مسألة إلزاق المنكب بالمنكب، تمام، الكتف هنا، والقدم بالقدم. المسألة المهمة مسألة القدم. كثير من الناس لما مثلا تقف في الصف كده، تعالى معايا كده، بص، لا، مسألة التساوي. أولا التساوي هنا يكون بالكعب مش بمشط الرجل، ده أدعى أو أقرب لإيه؟ أقرب لمساواة الصف. كثير من الناس تقرب منه كده التاني يبعد، تقرب منه التاني يبعد، وكأنه مصر على أن يلزق القدم بالقدم، وهذا فهم خاطئ، تمام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. العلماء ابن حجر في الفتح والقسطلاني في إرشاد السلوى وفي عمدة القاري الملع القاري، كل هؤلاء قالوا الحديث هنا فيه إشارة إلى المبالغة في تسوية الصفوف وسد الخلل. مش لازم تلزق رجليك في رجل صاحبك كده، مش لازم، هذا قد يجعله لا يخشع، لكن مسافة كده يعني قريبة ان احنا كده خلاص سوينا ايه؟ سوينا الصف، وليس شرط ان انا لازم ألزق فيه، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم هذا فيه إشارة الى تسوية الصف ليس اكثر، ولم يرد عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يشددون في ان يلزق قدمه بقدم صاحبه. هذا ما أردنا بيانه، ودي مسألة فقهية مهمة بتحصل فيها خلافات في المساجد وتجعل الطغينة بين الناس. بعد ما خلص صلاة يقولوا: أنت ليه بتلزق رجلك في رجلي؟ لا، الصلاة ليست هكذا، الصلاة المفروض أنها تجمعنا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها تؤلف بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم أمين. شكرا يا أبا داود، جزاكم الله خير.